بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء. إذا راح نواصل مع مقياس رياضيات 2، الجبر الخطي. راح نواصل مع آخر فصل المتعلق بحل جمل معادلات خطية. إذا أول عنصر هو جملة M معادلة خطية بN مجهول. إذا الشكل العام لجملة ذات M معادلة خطية بN مجهول، إذا مكتوبة أمامي مرقمة برقم 1، حيث أنه عندي هذه معادلة خطية هي المعادلة الأولى. بالنسبة للثانية هي معادلة خطية راح تكون هي المعادلة رقم 2، وهكذا إلى غاية المعادلة الخطية الأخيرة اللي هي بالنسبة لي المعادلة رقم M. بالتالي هذا الشيء اللي سميت به الجملة أنه جملة خطية، لأنه جميع المعادلات معادلات خطية ذات M معادلة، لأنه عندي المعادلة الأولى الثانية إلى غاية أنه عندي M معادلة ذات N مجهولة، لأنه عندي X1 X2 إلى غاية XN مجهولة. في بعض المراجع يعني ما يرمزش للمجاهيل ب X1 X2 XN، تجد يعني X Y Z W T إلى آخره. بالنسبة للعناصر A1 A1 2 A1 N A2 A2 N هي معاملات تلاحظوا متعلقة بالمجهول X1 X2 XN، يعني الشكل العام للعناصر AEG يسمى معاملات للجملة. بالنسبة للعناصر اللي راهي في الطرف الثاني للمعادلة B1 B2 BM، إذا تسمى بالمقادير الحرة أو الثابتة. العناصر X1 X2 XN يعني XE بالشكل يعني أدق أو الشكل الأعم تسمى بالمجاهيل. يعني تسميات صادفنا أنه الجملة إذا كان طرفها الثاني جميع العناصر الطرف الثاني يعني جميع عناصر المقادير الثابتة تساوي الصفر، في هذه الحالة تسمى الجملة جملة متجانسة. أما إذا كان أحدها على الأقل، أحد عناصر المقادير الثابتة على الأقل غير معدوم، هنا الجملة تسمى بجملة غير متجانسة. يعني تسمى المصفوفة A مصفوفة المعاملات. إذا كيفاش كتبنا هذه المصفوفة؟ لاحظوا معايا يعني يمكن كتابتها بالاعتماد أنه نأخذ المعاملات المتعلقة بالمجاهيل، المجهول الأول الثاني الثالث، بهذا الشكل راح تكتبها يعني كتابة يعني بالسطر. إذا عندي A1 A2 A1N نسجلها هي السطر الأول، A2 A2 A2N هو السطر الثاني، إلى غاية AM1 AM2 AMN هو السطر الأخير. إذا هنا يعني أخذنا كل عامل متعلق بكل مجهول، أو يمكن أن نكتبها يعني بالاعتماد على رقم العمود. في مثال لاحظوا معايا، عندي المجهول الأول X1 نأخذ يعني المعاملات ونسجلها في العمود الأول، عندي المجهول الثاني X2 نأخذ معاملاته ونسجلها في العمود الثاني، عندي المجهول الأخير XN راح نأخذ معاملاته ونسجلها في آخر عمود. يعني هذا ممكن أسهل يعني بالاعتماد على الكتابة، أنه نأخذ المجهول الأول نأخذ يعني معاملاته ونسجلها في العمود الأول إلى آخر، أنه المجهول الأخير نأخذ معاملاته ونسجلها في العمود الأخير. بالنسبة ل X1 X2 XN راح يمثل باللي شعاع المجاهيل، راح نرمز له بحرف كبير X. B1 B2 BM هي عناصر المقادير الثابتة، يعني راح نرمزها بحرف كبير أيضا تمثل شعاع. إذا هنا بالاستفادة من جداء المصفوفات راح نحول الجملة رقم 1 اللي راهي مكتوبة كتابة خطية، راح نكتبها بشكل مختصر وتكون مكتوبة على شكل معادلة AX يساوي B مرقمة رقم 2. بالنسبة لي هذه كتابة مصفوفية، إذا حولنا الكتابة المرقمة برقم 1 إلى كتابة من كتابة خطية حولناها إلى كتابة مصفوفية. بالتالي يعني باش نحل جملة معادلات الخطية مرقمة 1، حلها يؤول إلى حل هذه المعادلة AX يساوي B، يعني علينا إيجاد الشعاع X أو إيجاد عناصر الشعاع X، X1 X2 XN. هنا راح نطرح 3 أسئلة: هل هذه الجملة قابلة للحل أم مستحيل الحل؟ إذا كانت الجملة قابلة للحل فكم حلها؟
كيف يمكن